السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي 4 غرف بالشكل دوت وعايز أغير الماتيريال في غرفة فيهم بالشكل دوت، ممكن تستخدم الأدوات اللي موجودة في موديفاي، زي إن أنا أجي هنا وأبدأ إن أنا أديله ماتيريال مختلفة سبيريت فيس، وبعد كده أعمل بن. بس المرة دي هستخدم حاجة تانية، وإن أنا هاجي هنا في قلب الخصائص بتاعت الفلور واقول له اد سبيريت لاين، واجي هنا من المنتصف وبرضو من النقطة ديت للنقطة ديت. طيب خلاص كده، وبعد كده اقدر اجي من هنا وابدا اديله ماتيريال مختلف عن باقي الغرف، اجيب مثلا حاجه بالشكل دوت فقط لتوضيح الفكره. هاجي هنا واغير بقى، اقول مثلا وريهالي شديد، فيبدا يظهر معايا بالشكل دوت. فقدرنا ندي ماتيريال مختلف عن باقي الغرف من خلال امر سبليت فلور.